وصلت لواحد الديليفري دابا، واحد الديليفري ما بقى لي والو، باقي لي غير شي 2 كيلومتر نكون تما. عرفتوا هاد البلاصه فيها الطبيعه بزاف، هاد المدينه اللي جيت ليها واخا جايه غير في الغابه ولكن الطبيعه زوينه بزاف صراحه كتعجبني. هي هاد المنطقه اللي ما يعرفوهاش جايه في فيرجينيا، بالضبط في جريت فولز. هاد البلاصه مزيانه بزاف، فيها الطبيعه ولكن صراحه واخا طبيعيه وفيها غير الخلا والقفار راه غاليه بزاف. الناس راه كيخلصوا الكره غالي بزاف. انا تعرف لا دار دايره مليون 2 مليون. دابا هاد الدار الخوت جايه هنا الفوق في هاد الجبل. عندي واحد الديليفري كان ضمن ديال الياجور ولا ديال يمكن يكون ديال كلاسيما، ولكن الدار غتكون الفوق اللي هي على حسب ما كتقولي جي بي اس طلع الفوق، على ربي ما تكونش فشي جبال ولا شي طلعه بحال هادي، ولكن غنشوف كادي ندير. ها هي الدار هنا، كيف كتشوفوا الرقم 11 2 5 95، هذه هي الدار. تما الخوت تشوف فين الباركي، باركي واقيلا بجنب الطريق هنايا، وغادي ننزل نشوف السلع. اوكي هاد الباصه زوينه هنا. شمو راه واحد الطوموبيل، دوز دوز زيد واحد الطوموبيل. ديك الطوموبيل كانت ما الخوت، كنظن هذا هو الديليفري واقيلا ديال اللوح، واقيلا لوح ولا لا المهم هذا لا ماشي هو، كنظن ماشي هو. هذيك هي الدار الفوق اللي الخوت، كنظن هذا هو الديليفري ديال هذا الكاستمر ديال هذا الكليان، غيكون واقيلا هذا كريستوفر ماشي هو. كريستوفر ما كنظنش هذا هو الكليان اللي عندي. ندخل هنايا نشوف كريستوفر ماشي هو، إريك جيكوب ماشي هذا ماشي هذاك، يعني 100% هو داك الخشب اللي هي. كل ما علينا غادي ننزل الكلاك الخوت، غننزل الكلاك وغادي نبدا نخوي في السلعه. بلاصني مبلوكي الطريق هنايا، الطريق راه مبلوكي. كي دابا نوصل الكلاك، هادي لادريس تاع 95، الدار الفوق اللي هي. غنجيب الليكات، مشي نجري نجيب الليكات ونرجع. مان والله انت تمارس الليكات وخلال ما عندي هنايا. هادو هما الليكات، الليكات ضروري مع صراحة مع هاد الخشب الله يحضر السلامة، تقدر تاكلها قاصحة تدخل ليه شي شوكة ولا قاص، ضروري ندير الليكات. الليكات مهم من خاو. هادي غادي غنسلايديها لهاد الجهة، عندي المساحة باش نزها. المهم الخوت كيف قلت لكم فهمتينا القضية ديال هاد الديليفريات اللي كيكونوا في الجبال، شحال من مرة كنسليهم ما كنقدرش ندخل شي جبال ولا، صراحة هذا هو اللوكال. ولكن شنو غادير اخويا، ما عندك ما دير فهمتيني، إلا ما جيتيش دير بحال هكا راه والله لا عشتي اخي، راه تموت تموت تموت. ها واحد الطوموبيل دازت. الله يحضر السلامة، الله يحضر السلامة. سيفتي كيقول لك سيفتي، سيفتي فيرست، ديما السلامة، الله يحضر السلامة يا ربي، يا السلامة يا ربي، يا ربي بعد علينا المشاكل، يا ربي يا ربي. سير انت، جسي. كنحاول نحكمو دابا، لا صافي حكمت. او غنزلو الفوق، لا حكمتو صافي تحكم.
لا محكوم محكوم. الخوت 11295 هذه هي الأدريسة الصحيحة. تبارك الله عبتوا 11 حل دائرة. الدار اللي ما تكونش واحد المليون مليون دولار هي مليار. تبارك الله أخوي الناس اللي دايرة العاقة صحاب العاقة الخاوي. اوكي الخوت دابا ساليت هاد الديليفري حطيته هنايا غادي غير دابل تشيكين نشوف واش مزيان ما فيهش حتى في شي ايرور. المهم هادي هي الدار اللي جيت ليها غادي دابا نضرب شي تصويره لهاد الديليفري راك عارف نديرو كونفيرميشن مع الشركه اللي خدام معاها خص تكون فيرمي. صيفط لهم ديليفري زعما راه وصل. اوكي خاصني نصوري للكليان. خصني ندوي معاه دابا ندخل عند الكليان ندوي معاه. عالسنا ميخرجو دام How you doing, sir? I have a Home Depot delivery. Do you have any specific place you want it in, or there is fine? Be careful what you're here for. Right. See that fence over there, that's for the answer. Right. I know. It's like, what can you do? Can you? I can take it inside the garage if you want it. No. Right. It's outside fence stuff, so it's gonna go for that fence over there. Yes, but the thing is, if you want it all the way there. I don't think I can get there because of it's slippery, you know. Yeah. It's really slippery. Tear up the grass. Right. Yeah. So, I guess I'd say if you could just put it on the grass. Actually, hold on. How many pieces are here? One, two, three, four. Yeah. If you get a knife, I can just help you carry it over there if you want. One by one, we can just carry it together. Okay. Yeah, just grab a knife and we'll do it. Let me get shoes and. Sure. Yeah. You know what? I gotta apologize. I got a call. Okay. I got a call in like 5 minutes. Okay. But yeah, I'll tell you what though. If you have time, can I pay you like a couple bucks to do it? I'll get you the knife and everything. Sure. Okay. Sure. Okay? Yeah, I can do it. Let me see if I get. Okay. Yeah. Or do you want it exactly all the way by the fence or? Yeah, most of them are going down over there. Right? Down over there. Okay. Yeah. Oh yeah. Yeah, that'd be sweet. I mean, if you don't. Sure. Mind. Yeah, just grab a knife and I'll do it. You got it. Okay. دابا هاد الكليان خلصني غادي يدور معايا قال لي دي هاد الفياسات قال لي هزهم في يديك وديهم حطهم لي هنايا هذا باين عنده العاقة قال لي ندور معاك ودير لي هاد البروجي قلت له مرحبا مرحبا اخو علاش لا دبرنا بريكول دابا Right. I went to Home Depot, they said they had 40 last week. Uh-huh. They said they had 40 in stock, they had nothing. Right. And then I went to another one, and they were look our crutches. Oh, yep. I got you. Line up the front of the cool.
غندير شي ستوري في انستغرام. ندير شي ستوري. خوت واحد الكليان قال لي هز لي السلعه ودخلها لي للباك يارد وبغى يدور معايا، اعطاني $50. مشات قلت له مرحبا، هاد السلعه كامله قال لي هزها ونديها له لهيه، نديرو لهيه هذيك القنيته $50. علاش لا؟ راه بروجي هذا والله تندير ديال ما 10 ديال البياسات كلا لاباس عليه. شو الدار تبارك الله، العاق العاق. علاش لا؟ علاش لا اخويا؟ فهمتيني بروجي. بروجي كسمع هاد الصوت، هاد الصوت واقيلا ديال لانمور، شي وحده راهم كي واقيلا كيصايبو شي يارد كيقطعو الكراس. سيري انت تما. هاك الرموك ديالي خليتو لهيه، خليتو بعيد. فين ساعه نديرو هاد البريكول؟ ساليو هاد البريكول هاكا شي مرات. واخا كان واخا كنسوق كنخدم كندبر بريكولات بحال هاكا، كاين اللي بغى يدور معاك اللي بريكول وارد. الله تجمع، الله تجمع. ما هي نوايز الخوت، هذه هي الحياة. الحياة بغاتها هاكا، ما بغاتش الإنسان يكون كاسور. فهمتيني صراحة علاش ديما كنهضر؟ فهمتيني كنقول شنو هو السبب علاش جينا